بل إن هؤلاء من صفاتهم أنهم لما يمدحوا بالأوصاف والمديح الزائد يكرهون ذلك. وأدركنا هؤلاء من مشايخنا، أدركنا هؤلاء لما يوصف بأوصاف زائدة. وذكرت لكم قصة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسمعت هذا من الشخص المرافق له. أتى ضيف من خارج المملكة، وكان هناك فندق واحد في الرياض، فاتصل الشيخ محمد بن إبراهيم وهو مفتي الديار السعودية آنذاك، واتصل على الفندق وقال: نريد أن نحجز غرفة ومعك محمد بن إبراهيم. قال: لا أعرف محمد بن إبراهيم، من معي؟ ما أعرفه، كيف أحجز لشخص مجهول لا أعرفه؟ قال: معك الشيخ محمد بن إبراهيم. قال فعرفه، فيقول: فلما أغلق السماعة قال: هداه الله، ألجأنا إلى أن نقول الشيخ، ألجأنا إلى أن نقول عن أنفسنا الشيخ. الآن العلامة، المحدث، الفقيه، المفسر، فاعل، التارك، ارفق بنفسك. نسأل الله يرحمه.